ارحب ارحب يا الحفراوي. هلا هلا. حي ما جاب. هذا الفال يقفل عقاب. بعدين ايش عندهم؟ ايش جايبهم ذول؟ اللي ما جو الحين اللي يدورون قضيه. ما عندك انا جايك. هذا جايك تقول. اسمع. ابو غازي هذا جايك تقول فورشنر مظلل. يقول هذول ايش جايبهم؟ معطيته الشن. من قال امين؟ يعني كسنت الديزل هذه انت من منها. طيب. معلومكم ما تهرجون، الواحد يفنش ما عاد يهرج. خلنا نتغدى بعدين تبان معك شوي. ها انت ليش تاكل كذا يا كايب؟ ها الرز سوبك كذا يا حبيبي، هذا الرز تشوفه؟ ايوه ها كذا ثم تاخذ الفروجه هذه ثم تضرب. سلمت سلمت ها ها ثم تدهملها كذا بس. بسم الله الرحمن الرحيم متعنا متاع الصدر البروتين ها بس تدري ايش حط معها الزلطه ذي حط 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 عشق الطبول الطازج يا جماعه تدري هذا بوازي ايوه والله تقريبا من اولى ثانوي انا اولى ثانوي اول ما فتح الطازج عندنا في الحويه والله نوجهتي المفضله هالفروج مغير مع عشان ما مع السياره يروح مع الوادي المطعم قريب منه تعود على رجوله لا والله بس ايوه هذا الطازج والله نزين اكل صحي ونظيف ابى اقول لك شيء من اللي قد جاك اشتكى من الطازج يا ولد بعدين لك خلنا هل لذه بعدين اسعار الطازج يعني معقوله الرجال اللي بياكل اكل لذيذ نظيف بسعر معقول الطازج الخيار له سم الله سم الله بسم الله سم الله حط حط معاه خس وجرجير كذا كبسه في الدماغ عيال بعدين خبزهم ما جزين يا ولد انا بعض الاحيان امر واخذ من خبزهم واروح والله لذيذ دريميحات الصغار ما زين منه اذا بغيت بر واذا بغيت بودره ايش تبى بس اخذ اخذ من الصدر اخذ من الصدر ثم حط كذا ثم سم الله اها ولد انت علامك تقول مثور فيها لغم اول لا تفجن حانها ما اسمع ظلام ابو عبد الله مشغل الفيتو ان الهاتف المطلوب غير موجود في الخدمه مؤخرا راجعنا اشهد لا اله الا الله شوفوا شوفوا الحمد لله والله يا عدل عدل ما يعدل الحمد لله ها ابو فارس ابو فارس طاح في الكيك وكيك شوف بالله عطل رايك ايش اذا سخنتها تطلع حريقه هذه مع التسخين ما مدري هذه تدري نوب اذا بغيت تقهوه في بيتي مره اخذ هذه ولا البسبوسه ثم يا ولد شيء جميل الحرام انها لذيذه قسما بالله ما اشوف عطني دقيقة بالله والله مالي هالشي يا جماعة طرية يا بابا نعمة عزيزي المتصل ان الجوال المطلوب مغلق الرجاء الاتصال في وقت لاحق